يرحل مانشستر يونايتد اليوم لمواجهة مضيف بورنموث ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل الشياطين الحمر في العودة بنقاط المباراة الثلاث وتجاوز خيبة أمل الخروج المبكر من دوري الأبطال، إلا أن مهمة اليونايتد لن تكون سهلة على الإطلاق أمام خصم منتشن بالفوز على تشيلسي خارج قواعده الأسبوع الماضي. هذا وتشهد قائمة مانشستر يونايتد غياب 8 لاعبين بداعي الإصابة، إضافة إلى لاعب الوسط الألماني باستيان شفاينشتايجر الذي تعرض لإيقاف 3 مباريات بسبب السلوك العنيف. وفي لقاء آخر يستضيف مانشستر سيتي اليوم ضيفه الجريح سوانزي، وسيسعى السيتيزنز إلى استغلال حالة عدم الاستقرار لدى ضيفهم الذي يدخل المباراة بمدرب مؤقت بعد أن تمت إقالة مدرب الفريق السابق غاري مونك الأربعاء الماضي. هذا وسيستمر غياب كل من قائد ومدافع السيتي البلجيكي فينسنت كومباني وهداف الفريق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بداعي الإصابة. أنا فخور بما حققناه في دوري الأبطال، لكن تركيزنا الآن منصب على مباراة سوانزي. نعلم أنهم يعانون من بعض المشاكل وأقالوا مدربهم مؤخرا، لكنهم فريق قوي ويتوجب علينا الحذر منهم. وفي بقية مباريات الجولة يرحل أرسنال لمواجهة أستون فيلا، بينما يستضيف المتصدر ليستر سيتي نظيره تشيلسي يوم الاثنين المقبل.